من السويداء مشاهدينا ينضم إلينا عادل الهادي، محامي وسياسي مستقل. سيد عادل، مرحبا بك. مرحبا يا هلا. نعم، أيام دامية تشهدها السويداء صراحة، والتنظيم الآن يستمر ولا يزال بالهجمات على تلك المنطقة. يعني لماذا في هذا الوقت بالتحديد إن بدأنا بهذا السؤال؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين، الرحمة لشهدائنا وشهداء سوريا، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والعودة للمخطوفين والأسرى. يبدو أن هذا الأمر كان مخططا له منذ مدة ليست قليلة، ليقوم هذا التنظيم ذو الوظيفة المحددة الذي يتم نقله من مكان إلى آخر ليقوم بقتل السكان الآمنين غدرا وهم نيام. لماذا الآن؟ يبدو أنه قد انتهت وظيفة التنظيم من معظم المناطق السورية، وتم نقل هؤلاء السفل الأوراد من مخيم اليرموك ومن جنوب دمشق إلى ريف السويداء الشرقي. تم نقلهم بالباصات بإشراف قوات النظام وإيصالهم إلى هذا المكان وهو البادية في شرق السويداء المحادية لقرى السويداء من الشرق، القرى المتطرفة. فقاموا بهذه الجريمة النكراء لإتمام وظيفتهم، والتي الحقيقة ربما يعتقد الكثيرين أن هذا الإجرام موجه لسكان السويداء تأسيسا على أن النظام والقوات الروسية كانوا قد طلبوا أن يلتحق الرافضين للخدمة الإلزامية من أبناء السويداء وعددهم يفوق 50,000، رفضوا أن يقتلوا أهلهم السوريين. فيبدو أن القوات الروسية وغيرها يريدون الانتقام من هذا الموقف. إذن أنت متفق سيد عادل مع الحديث الذي يدور حول الاتهامات الموجهة للنظام وروسيا بأنها أو بضلوعها في المجزرة التي جرت؟ الحقيقة نحن بالمنطق البسيط لقد وصل ما يسمى برجال الفزعة من حضر ومن كافة قوى السويداء وحتى من جرمانة ومن مناطق غيرها، وصلوا إلى السويداء صباحا ليؤازروا أهلها منفردين. لم نشاهد أي وجود رسمي بأي صورة من الصور، وقيام الأهالي بطرد المسؤولين من مجالس العزاء هو خير دليل على ذلك. هذه مسألة أصبحت واضحة للعيان. ما معنى أن يتم ترك أهالي السويداء يدافعون عن أنفسهم ولم يقدم لهم أي شكل من الأشكال المؤلمة، حتى بالسلاح حتى بالذخيرة؟ معظم الشباب قتلوا بعد نفاذ ذخيرتهم، طبعا العدد الأكبر قتل من الأسر الآمنة وهم نيام. تم قطع التيار الكهربائي بشكل متواصل أكثر من 3 ساعات في المنطقة. من المسؤول عن هذه المسائل؟ هل عندما يقال الدولة والدولة يفترض بالدولة أن تدافع عن المواطنين، لا أن تتركهم لأنياب هذه الوحوش الكافرة، بل أنها استخدمت من معظم مناطق سوريا إلى ريف السويداء الشرقي ليقوم بهذه الأفعال كما قاموا بباقي مناطق سوريا. إذن هم عصابات ذات وظيفة محددة يستخدمون في المكان الذي يطلب منهم ذلك. نعم، وكما قلت أنه مخطط منذ مدة، ومن يقف وراءه يمكن اعتباره أنه النظام وحليفته روسيا. حتى أنا شخصيا أعتبر أنه بدون أدنى شك النظام هو المسؤول الأول والأساسي عن هذا الأمر. نعم، لأن بالأصل من يدعي أنه دولة من أولى واجباته حماية المواطنين، من أولى وأهم واجباته حماية المواطنين. حتى إضافة إلى تواجد إيراني هو المسؤول الأول والأخير عن هذه الكارثة. إضافة إلى إيران أيضا، فهي أيضا كانت تحاول منذ مدة ليست يعني يمكن أن تكون بعيدة بالدخول إلى السويداء.
ولكنها لم تتمكن. أن هذا الحلف الروسي الإيراني مع النظام هم المسؤولين عن كل قطرة دم أريقت في السويداء وفي سوريا كاملة. كان بإمكانهم بطائراتهم الموجودة والتي تقوم بالنزوهات طوال النهار فوق سماء السويداء، كان بإمكانهم أن يقوموا بقصف هؤلاء الموجود. بالأصل كان واجبهم أن لا يحضروهم إلى ريف السويداء ويتركوهم بهذا المكان. لا مبرر إطلاقا، المسألة واضحة تماما، لا يمكن تبريرها بأي صورة من الصور. نعم، أشكرك جزيل الشكر عادل الهادي، محامي وسياسي مستقل، حدثتنا من السويداء.